في الحقيقة الكلام اللي أنا هقوله النهاردة ممكن ما يعجبش الفيمينيست أو أنصار المساواة ما بين الرجل والمرأة، وده لأني هتكلم النهاردة عن الزواج المختلط. والزواج المختلط يا سادة بيعتبر الأثر القوي فيه للزوج على الزوجة، لأن أغلب تشريعات العالم بتعتبر الزوج هو رب الأسرة والمسؤول عنها، علشان كده الزوجة هي اللي عادة ما بتكتسب جنسية جوزها ومش العكس. هتقولي الكلام ده مش صحيح، مش لو واحد عربي يتجوز واحدة أوروبية أو أمريكية بياخد الجنسية بتاعتها. لا يا سيد، اللي بيحصل إن الزوج العربي بيتقدم له تسهيلات من دولة زوجته علشان يتجنس بجنسيتها، لكن الدولة مش بتديله الجنسية على بياض. أما بقى الزوجة فوضعها بيختلف بحسب المبدأ اللي بتاخد بيه دولة زوجها، وإن كانت دولة الزوج بتاخد بمبدأ وحدة الجنسية أم مبدأ استقلال الجنسية، ولا يخرج الأمر عن أحد الفروض التالية: 1. جنسية الزوج بتعطى للزوجة مباشرة وبقوة القانون ويكون لها حق رد الجنسية. 2. جنسية الزوج بتعطى للزوجة مباشرة وبقوة القانون ولا يكون لها حق رد الجنسية. 3. جنسية الزوج بتعطى مباشرة للزوجة بغير أن تملك الدولة نفسها الحق في الاعتراض على ذلك. 4. لا يتم إعطاء جنسية الزوج للزوجة، ولكن يتم تسهيل شروط التجنس عليها. وطبعا الفروض الثلاثة الأولى تابعة لمبدأ وحدة الجنسية، اللي بيقول أنصاره إنه بيقلل التنازع ويؤدي إلى تناسق ركن السكان في الدولة، ويجعل زوجة المواطن الأجنبية تتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها زوجها. أما بقى الفرض الأخير فهو تابع لمبدأ استقلال الجنسية، اللي بيقول أنصاره أنه لا يجوز فرض الجنسية على الزوجة، وإن ده ضرورة للمساواة ما بين الجنسين وتحرير المرأة. وعلشان نبقى عارفين، قامت الأمم المتحدة بوضع اتفاقية عام 1962 نصت في مادتها الأولى على مبدأ عدم جواز فرض جنسية الزوج على الزوجة الأجنبية بقوة القانون. بشكرك على مشاهدة الفيديو حتى نهايته. لو استفدت منه اعمل لايك وشيره مع اي حد مهتم بالمجال القانوني، واكتب لي في الكومنت عن اي سؤال قانوني يجي في بالك او اي موضوع تاني انت عايزني اشرحه. اشوفكم في الفيديو اللي جاي.